طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المشاهد: أطباء بلا حدود، أمهات وأطفال اليمن يموتون دون الحصول على الرعاية الطبية. ومن لوفيغارو: تحقيق بشأن الأسلحة الفرنسية في اليمن قد يتسبب بسجن 3 صحفيين. ومن أخبارنا المنوعة: الداء في الدواء، عشر أدوية العالم الثالث مغشوشة. أهلا بكم. بعد مواجهات دامية في مدينة تعز ومقتل عدد من المدنيين، أعلنت شرطة محافظة تعز كما ذكر الموقع بوست عن توصل لجنة التهدئة المكلفة من محافظ تعز نبيل شمسان لاتفاق مع كتيبة أبو العباس بعد تسليم العناصر المطلوبة أمنيا وأخلاء الأحياء السكنية في المدينة القديمة من المسلحين. وبحسب الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، أقر الاتفاق تسليم المطلوبين أمنيا وخروج المسلحين وأفراد الكتيبة الخامسة للواء 35 مدرع إلى مسرح عملياتها في منطقة الكدحة رفقة دوريات عسكرية من اللواء 5 حرس رئاسي والقوات الخاصة. كما أقر أيضا قيام إدارة عام شرطة تعز بترتيب الأوضاع الأمنية في المدينة القديمة وتفعيل دور أقسام الشرطة أسوة ببقية المناطق في المحافظة. أثناء محاولتهم نقلها لإتلافها انفجرت فيهم وقتل 8 للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، يقول موقع المصدر أونلاين. مقتل 8 خبراء يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام مسام إثر انفجار أحد الألغام في مخزن خارج مدينة المخا الساحلية. أقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين أن الانفجار وقع في مخزن بمنطقة الطبلية تنقل إليها الألغام التي تستخرجها الفرق الهندسية من مخلفات الحوثيين تمهيدا لإتلافها. وأضاف أن المخزن عبارة عن مدرسة مهجورة، والانفجار وقع أثناء قيام العاملين بنقل الألغام إلى المخزن. وكان 5 من خبراء نزع الألغام العاملين في مشروع مسام من جنسيات جنوب أفريقيا وكوزوف وكوسوفو وكرواتيا والبوسنة، بينهم نائب مدير المشروع، قتلوا في شهر يناير الماضي بانفجار مماثل في مبنى تابع للمشروع بمدينة مأرب. تثير مقاربة المنظمات الأممية والدولية للوضع الإنساني في اليمن الكثير من التساؤلات بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية مقارنة مع حجم الأموال المقدمة من المانحين لمعالجتها. وهذا ما دفع ناشطين يمنيين لإطلاق حملة إلكترونية تطالب هذه المنظمات بالشفافية. كان هذا جزءا من مقال للكاتب مأرب الورد في صحيفة العرب، ويضيف فيه: من حق اليمنيين أن يسألوا عشرات المنظمات العاملة في بلادهم عن الأموال التي تحصل عليها باسمهم، والتي وصلت خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى 20 مليار دولار، نصفها جمعت من مؤتمرات الأمم المتحدة والباقي تبرعات دول وجهات خارج خطة الاستجابة الأممية. للأسف أغلب هذه المنظمات لم تستجب لطلبات الشفافية، وقلة منها ردت بشكل سلبي، وبعضها زعمت أن الجهات المانحة تراقب عملها وتطلع على تقاريرها، مع أن مسؤولين في بعض الدول اتهموا منظمات معينة بالفساد. الدوافع التي حركت الحملة كثيرة، أبرزها اعتراف منظمة أممية هي برنامج الغذاء العالمي بوجود تلاعب في توزيع المساعدات وفساد أكل مستحقات المستهدفين الحقيقيين وألقى باللائمة على الحوثيين. وأعلن البرنامج إجراء محاسبة داخلية دون نتائج، فضلاً عما كشفه تحقيق لوكالة أسوشيتد بريس من تعاظم فساد الإغاثة، بالإضافة لشهادات أشخاص مسجلين بقوائم المنظمات لم يستلموا مخصصاتهم بعدما ذهبت لآخرين غير مستحقين. إن الالتزام بالشفافية يعني الجدية في العمل والرغبة في معالجة الوضع الإنساني، وما سوى قد يفهم بأنه توجه لإبقاء الوضع على حالة الاستدرار الداعم لأطول فترة ممكنة طالما غابت الرقابة، كونها الضامن الحقيقي لقيام هذه الجهات بواجبها وإيصال المساعدات لمستحقيها.
يتتبع موقع قناة بلقيس تلك الانتهاكات التي تحدث للمحامين اليمنيين، ويقول إنه حصل على وثائق وشهادات توثق جرائم الثلث الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد الانتهاكات التي طالت محامين في عدد من المحافظات اليمنية حوالي 53 حالة. توزعت تلك الانتهاكات بنحو 26 انتهاكا بصنعاء، من اعتداءات بالضرب وطرد من قاعة المرافعات من قبل قضاة، وقيام أقسام شرطة بسجن محامين أثناء متابعتهم لموكليهم. وهناك أيضا 18 حالة انتهاك في كل من محافظة إب، بواقع 4 حالات تنوعت بين السجن لمحامين واعتداءين بالضرب، وأيضا حجة بواقع انتهاكين تمثلا بطرد ومنع محامين من الترافع. وخلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عدد الانتهاكات التي طالت محامين يمنيين 49 حالة انتهاك، موزعة على العاصمة صنعاء بواقع 15 انتهاكا، ومحافظة الحديدة 19 انتهاكا، وتعز 9 انتهاكات، وإب 3 انتهاكات، وعدن وعمران والمحوية انتهاك لكل محافظة. ويتابع الموقع: يعيش المحامون منذ أعوام نزيفا صامتا تحت مقصلة القانون التي باتت تمثل خطرا كبيرا على حياتهم وعلى مهنة المحاماة ككل. بعد 4 سنوات من تصاعد النزاع، تكافح النساء الحوامل والأطفال المرضى في اليمن للوصول إلى الرعاية الطبية في الوقت المناسب، لكنهم يعانون، وكما جاء في موقع المشاهدنت من صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية إذا توجب عليهم عبور خطوط المواجهات أو المرور عبر المناطق المحايدة غير الآمنة، أو التفاوض في طريقهم عبر مختلف نقاط التفتيش للوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل. منظمة أطباء بلا حدود قالت إن عدد وفيات النساء الحوامل والأطفال وصلت إلى 36 أما و 1529 طفلا، بينهم 1018 مولودا جديدا في مستشفى تعز بمنطقة الحبان التابع لمنظمة أطباء بلا حدود ومستشفى عبس الذي تدعمه المنظمة في حجة. لا تستطيع العديد من الأمهات الحوامل اللائي يعانين من مضاعفات أثناء الولادة وأولياء أمور الأطفال المرضى الحصول على الرعاية الطبية في اليمن بشكل آمن وفي الوقت المناسب، غالبا ما تكون العواقب مميتة. وكررت منظمة أطباء بلا حدود في تقريرها الجديد دعوتها لكافة الأطراف المتحاربة لضمان حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والسماح للجرحى والمرضى بالحصول على الرعاية الصحية وتخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية لتكون قادرة على الاستجابة للاحتياجات الضخمة في الوقت المناسب. في الشأن الإقليمي، يكتب محمد الرميحي مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان: إيران مطاردة الرغبة المستحيلة، يقول الكاتب. يحتاج متخذ القرار في إيران إلى بعض الوقت كي يقتنع بأن مشروعه السياسي في الجوار غير مقبول لذلك الجوار على الصعد كافة، وأنه مشروع سياسي لا يصلح لنا نحن العرب مهما لبس من لبوس التخفي. فالبعض في طهران يعرف أن ذلك المشروع السياسي الذي يروج له فاشل وغير قابل للتحقيق، ولكنه يكابر أو يداهن، فالشعور الوطني العربي هو شعور حقيقي رافض للإذعان للآخر تاريخيا. لا يضحي العرب بشعورهم الوطني، وربما هو نفس الشعور الذي يحمله الإيراني أو التركي تجاه بلاده. الشعور الوطني العربي لا يطيق المشاركة في شؤونه العامة من الأغراب أو القريبين، وهو شعور طبيعي يشعر به الإيرانيون وغيرهم من الشعوب تجاه الآخرين، أكانوا على قرب أو بعد جغرافي منه. تلك حقيقة كلما وصل إليها متخذ القرار الإيراني قل التوتر في منطقتنا، بل ربما قد يختفي لتعيش الشعوب علاقات طبيعية وحديثة ومتحضرة. القاعدة هنا هي أن المواطن يطوق أن يعيش في وطن مستقل بعيد عن الهيمنة. ومن يريد أن يقرأ نتائج كل تلك التجارب القديمة والحديثة فإنه يصل إلى أن الشعور الوطني في الدولة الحديثة يقاوم فكرة الهيمنة من دولة أخرى. الهيمنة هي فكرة مكتوب لها الفشل بأحرف كبيرة وبأي مسمى سميت به، أكانت قومية أو فئوية أو مذهبية.
بعد نشرهم تحقيقا عن استخدام الأسلحة الفرنسية في اليمن، يمكث ثلاثة من صحفي التحقيق أمام الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي، لكن 37 وسيلة إعلامية فرنسية أعلنت تضامنها الكامل مع زملائها الذين قاموا بعملهم للفت انتباه المواطنين إلى عواقب مبيعات الأسلحة الفرنسية. العدالة الفرنسية فتحت تحقيقا أواخر عام 2018 بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني بعد نشر موقع ديسكلوس في الأنترنت تحقيقا كشف فيه عن مذكرة مصنفة سري للغاية وتتناول استخدام الأسلحة الفرنسية في اليمن. ثلاثة صحفيين شاركوا في هذا التحقيق وهم جيفري ليفيلوسي وماثياس ديستيل وبينوا كولومبياد. تم استدعاؤهم للوقوف أمام التهم الموجهة إليهم في منتصف شهر مايو في مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي. وقال الصحفيون في بيان تضامنهم إن الوثيقة تم الكشف عنها بسبب أهميتها الواضحة للجمهور ولأنها تفند الخطاب الرسمي للحكومة الفرنسية الذي يدعي أن هذه الترسانة تستخدم فقط لأغراض دفاعية. وآخر مقال لهذه الحلقة للكاتب عمار ديوب وهو يتحدث عن الثورات العربية وعسكر الأمس واليوم في صحيفة العربي الجديد جاء فيه: يغري ضعف السلطة العسكرة بالتقدم لتسلم الحكم. قادة جيوش كل من السودان والجزائر يجربون حظهم، هم بذلك يحاولون إنقاذ نظام الحكم، لا تسهيل الانتقال إلى الديمقراطية ودولة مستقرة، إذ لا برامج محددة يتحركون وفقها. هم بذلك يتطلعون لجديد يختلف عن دور العسكر في الخمسينيات. المشكلة العميقة التي تواجهنا هي عدم احتكام الجيش أو الطبقات المالكة للمشاريع الوطنية وعلى كل مستويات المجتمع ورؤيتهم القائمة على التبعية. في هذا نجد أن الاختلافات بين الجيوش العربية ليست هي إن تقدم الجيش ليتسلم الحكم يعني أمرين أساسيين: ضعف الطبقة المالكة والفاسدة والناهبة للثروات، وضعف الطبقات الثائرة من ناحية أخرى. ما سيحدث فرقاً في حالتي الجزائر والسودان أن كل قوى السلطة والمعارضة والشعب استفادوا من تجارب سوريا واليمن وليبيا وخطورة الخيار العسكري والأمني، ويحاولون تدوير الزوايا من أجل انتقال ديمقراطي هزيل. صحيح أن الجيش يحاول تجريب مواجهة الثورة وتحجيمها وتشتيت قواها، لكنه ينتقل من خسارة إلى خسارة، وهذا واضح في السودان. إذن ليس في مقدور الجيش مصادرة الثورات على المديين المتوسط والطويل، ولكن أين هي برامج الطبقات الحاكمة أو المفقرة؟ وكيف سيلبون حاجات الشعوب؟ هنا القضية في غاية التعقيد، وربما هي سبب مركزي لفشل الدولة التي شكلت بعد الثورات، ولا سيما تونس ومصر. يباع سنوياً ما تصل قيمته إلى 85 مليار دولار من الأدوية المغشوشة في كافة أنحاء العالم، لكن ما يستدعي القلق هو النسبة المرتفعة في سوق العالم الثالث. يتحدث عن هذا الأمر موقع دي دبليو مضيفاً بأن 10% من الأدوية في السوق الدوائي بدول العالم الثالث مغشوشة. المؤتمر الدولي الذي انطلق في دبي حول الأدوية المغشوشة وعلى لسان أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة بالإمارات تحدث أيضا عن أن الأدوية المغشوشة تشكل تهديدا مباشرا لصحة المرضى نظرا لاحتوائها على مكونات مخلوطة بمواد خطيرة تتسبب بمضاعفات صحية شديدة قد تصل إلى حد الوفاة. وذكر الأميري أن الأدوية المغشوشة تصنف كجريمة منظمة لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم. وعادة ما تكون الأدوية المغشوشة نسخة مقلدة من الأدوية الأصلية، ما يتطلب أساليب جديدة ومتطورة للكشف عنها وسن كل الدول التشريعات المناسبة للحد من تنامي هذه الظاهرة. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة دي تيليغراف لأحداث متنوعة من مختلف أنحاء العالم. إلى الصور.
الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا، يقدمه لنا رسام والكاريكاتور، نتابع. إذن بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.